وبعد ايه يا عم ايه يا عم في ايه عمال بتحدف عليا ورق ليه في ايه؟ لا مؤاخذه يا استاذ ما خدتش بالي. ما خدتش بالك ايه؟ اول مره ما خدتش بالك، تاني مره كمان ما خدتش بالك يعني؟ يا سيدي انا اسف. هعمل ايه باسف بتاعت حضرتك؟ ايه اتفضل. بص حضرتك مزبل الدنيا ازاي، وبعدين مكان زي كده محترم ما ينفعش نرمي على الارض كده يعني. يا سيدي حقك عليا. اعمل ايه بحقك عليا؟ طب اعمل لك بهوات. حصل خير يا بهوات. ايه ده مش ممكن، الاستاذ عادل مراكبي شخصيا؟ مراكبي وكمان مراكب اكيد حضرتك بقى راكب المركب بتاعك صف تاني. مش مراكبي، مش بيشتغل مراكبي، ده اسمه كده، ده الاستاذ عادل مراكبي اشهر شاعر في البلد بيكتب اغاني. عايز حاجه يا استاذ؟ شكرا مع السلامه. اغاني وشاعر حضرتك؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يتزبل المكان مش اشكال. تسمح لي اقعد؟ اتفضل. حضرتك انا شاعر برضو، انا الاستاذ عادل سعيد الشاعر. حضرتك يعني شاعر جامد جدا وبقعد هنا على طول يعني. شاعر بايه؟ انا ما سمعتش عنك قبل كده. لا حضرتك انا اصلي يعني عارف زي ما تقول كده، انا متواضع يعني، ما بحبش الشهرة والدوشة، وانت عارف طبعا الناس المشهورين اللي زينا تلاقي على طول الفضائيات هجم عليهم هم والصحفيين وكده، انت عارف طبعا. هتقول لي ما هو ده اللي بوظ لي اعصابي وخلاني اقفش مع شركه الانتاج. تقفش؟ الله على الجمله، الله على الجمله. حضرتك ليه حارمنا من الكلمات الجميله اللي زي تقفش دي؟ انا بس لو الاقي حل مع شركات الانتاج، مشكلتي ان انا قلت لهم ان انا مش هتعامل معاهم بعد كده. حضرتك طب محلوله يعني لو المشكله مع شركات الانتاج، ايه رايك تشوف اي حد تاني يتعامل معاهم غيرك؟ والله فكره، ازاي ما خطرتش على بالي. بس فين الاقي الشخص اللي ممكن اتامنه على اسراري وممكن يوافق على الظهور بدالي؟ حضرتك يعني انا واضح ان عندك مشكلة، انا ممكن اساعدك. تعرف حد يقوم بالمهمة دي؟ حضرتك انا اقوم بيها. هايل، شخص ذكي وعنده خلفية شعرية تسمح له ان يتكلم مع اي حد في تفاصيل الشغل. يبقى نتفق دلوقتي. حضرتك انا مش هقدر اتفق الا في وجود المحامي بتاعي. يا ابني ركز بقى، ركز بقى، الشاعر زمانه جاي وانت ما حفظتش الكلمتين. ركز ركز يا دولا، ما صعب قوي عليا يا دولا، وبعدين يعني ايه اركز اصلا؟ هما كلمتين سهلين، انت دلوقتي عاملينك محامي ماشي. هو اول ما يقول العرض بتاعه انت هتقول ايه؟ ما ينفعش طبعا، دي سرقه. ماشي كمحامي يعني. امال يعني ايه؟ ماشي ما ينفعش طبعا، دي سرقه. لا كده كحرامي مش كمحامي. لا محامي لازم تقول بثقه، ما ينفعش طبعا دي سرقه. ما ينفعش طبعا دي سرقه. ايوه. ايه بقى السرقه بقى؟ بص لخامس مرة بقول لك، هو الراجل هيجي يعمل عرض، هيعرض العرض بتاعه وهيقول مثلا هديك كذا فبتاع، فانت اول ما يقول العرض بتاعه تقول ما ينفعش طبعا دي سرقة. سهلة؟ ما ينفعش طبعا دي سرقة، سهلة قوي، ده المحامي ده سهل قوي. اه ايه ايه ايه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا اهلا وسهلا استاذ مراكبي، اتفضل اتفضل حضرتك. اقدم لك المحامي بتاعي. فين المحامي ده دول؟ انت لا اصل هو دايما عارف حضرتك يعني، برغم انه محامي بس بيحب الهزار يعني. انا فعلا بحب الهزار كمحامي يعني. اهو شوف. مش عايزين نضيع وقت، خلونا في موضوعنا. ما ينفعش طبعا دي سرقه. ايه اللي سرقه؟ حضرتك زي ما بقول لك يعني هو بيحب الهزار. يوم كنت اما يقول العرض بتاعه. انا عرضك مش دعوه. ما اخبيش عليك يا استاذ عادل، انا باخد من شركه الانتاج بتاعتي 20,000 جنيه. 20,000 جنيه في السنه حضرتك؟ لا في القصيده الواحده. وهيكون نصيبك يا استاذ عادل 5% منهم. 5% يعني كام دي يا دولا؟ 5% يعني ال 10% يعني 2000 جنيه، ال 5% يعني 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ موافقين طبعا موافقين. لا معلش حضرتك، لا مش موافقين ولا حاجه يعني. امال عايز كام يا استاذ عادل؟ حضرتك يعني ما تنساش ان انا صاحب الفكره يعني. عايز كام يعني؟ يعني مش اقل من 50%. لا يا دولا لا، ده كتير قوي يا دولا. ده بيتك انت معايا ولا معايا؟ يلا معاك يا دولا طبعا. انا هدفع لك 10% يا استاذ عادل. 40. 15. 35. 25. موافق. لا دي سرقه. هادي القصيده يا استاذ عادل. انا وصيت واحد حدد لك ميعاد مع المنتج بعد بكره، يناسبك ولا لا؟ بعد بكره؟ لا لازم اراجع مواعيدي. موافق. وذلك الليل الذي يطل برأسه مشرئبا. مشرئبا؟ يعني ايه مشرئبا؟ مش عارف يا ماما، تلاقيها غلطة مطبعية مثلا. عادل على فكرة الكلمة دي في حاجة ماسة للتغيير. لا 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 أنا مش معاكي خالص يا رانيا، وبعدين عادل من فضلك ما تحاولش إنك تغير في الكلمات. يا حمادي بس يعني لو التغيير في حاجة بسيطة زي الكلمة دي يعني ده مش هيضر متهيأل يعني. طب هنحط بدلها إيه عادل دي؟ يعني نحط أي كلمة تانية على الوزن بتاعها. طب هي تيجي كام كيلو؟
كم كيلو؟ يا ماما اعلم فيك الامتى، الشعر مش بالكيلو، الشعر بالمتر. عادل لقيتها مكفهرا نفس وزن مشرق ابن. مش عارف، لا صعب قوي يا رانيا. مكفهرا دي قصيده حب، هيقول مكفهرا في قصيده حب؟ لا 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 بابا هي مش مشرق ابن، دي يعني نازل يشرب. اهو كده ليها معنى. تصدقي بجد بقى عندك حق، نازل يشرب والله مش بعيد. استني كده، وذاك الليل الذي يطل برأسه نازل يشرب. الله 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 الله، برافو عليك يا ياسمين، يسلم فمك. طب تفتكر الشاعر بتاعك ده هيوافق على التغيير؟ طبعا هيوافق يا ماما، اللي بعمله ده بعمله لمصلحته اصلا، واحنا اصلا كعينه صغيره من المستمعين تقبلنا التغيير وبصدر رحب. انا بقى اعتقد يا عادل ان الشاعر ده مش هيتعامل معاك خالص. لا معلش يا حماتي بقى، ما يقدرش. اصل عادل ابني ماسكه من ايده اللي بتوجعه. لا يا ماما انا مش شرير للدرجات دي يعني، لكن لو ما سمعش كلامي همسكه من ايده اللي بتوجعه. ايوه يا بيبي، بس برضو الراجل ليه اسمه. لو كان خايف على اسمه ما كانش يعني يتخانق مع شركه الانتاج اللي بتنتج له. انت معاك حق يا عادل. عادل ابني دماغه توزن بلد. ما انا مش فاهمه يا بابا، يعني حضرتك هتعمل ايه؟ يا عيني انت صغيره مش فاهمه. تعالي يا ياسمين تعالي، انت طبعا الكلام ده اكبر من مستواكي، انا احاول ابسطه لك. بصي يا حبيبتي، انا بالنسبه للشعر ده هخرجه من القوقعه اللي هو متقوقع بداخلها. ها فهمتوا؟ نمتوا. اللي بتقوله ده كلام فارغ يا ريس مراكبي، انا بلفت نظرك لاخطائك الشنيعه. انت تعرف ايه عن الشعر اصلا؟ اعرف ايه يا نهار اسود؟ انا اعرف ايه عن الشعر يا استاذ؟ عارف حضرتك لونا بس ان انا اتشغلت باكل العيش، كان زمان دلوقتي كتفي موازي لكتفك ويمكن كمان اطول من كتفك، لان انا طولي 182 سنتي ونص. ماشي يا عم الفنان، وانا بقول لك متشكر قوي، مش عايز حد يغير في شعري. هي عافيه شعري ايه اللي انت متمسك بيه؟ انا مش فاهم يعني، انت ساب اللغه العربيه كلها وماسك في مشرقب بندي. انا حر يا اخي، انت هتعلمني؟ فوق لنفسك. لا بقى، انت اللي تفوق لنفسك، لا اما الكلمه دي تتغير لا اما هقعد مع المنتج بتاعك احكي له على كل حاجه. اعتبر ده تهديد؟ ايوه اعتبره تهديد. انا بهددك؟ انا بلطجي يا سيدي، انا بلطجي. هدد في اللي يخصك، انت مجرد وسيط، سمسار بيني وبين الناس اللي انا مختلف معاهم. سمسار؟ انا سمسار؟ انا الحق عليا ان انا كنت عايز ارتقي بمستواك الادبي. اللي بتعمله ده ملوش علاقه بالادب. قصدك ايه؟ قصدك ان انا قليل ادب؟ حلو قوي كده، العلاقه اللي بيني وبينك يا استاذ انتهت، وبقى اشوف حد غيري يشتغل لك سمسار. استنى يا استاذ عادل، هدي نفسك عشان نعرف نتكلم.